يعني ايش قد كان يطول؟ اكثر شيء واقل شيء حسب وقت اللجنه، يعني اسبوع شهر اسبوع، يعني ست اشهر، يعني حسب، يعني هي ما نحدد لها، انتزل المتهم مع الاوليات المطلوبه وهم اللجنه من يكملون يدزونها، فما نحدد لهم وقت. اي فسيدي انا اللي ارجو من سيادتك، انا اوضح نقطه مهمه، يعني ليش قرار الحكم والادانه قدموا للمحكمه وليش الاخباره ما تقدم للمحكمه؟ نعم، قرار الحكم والادانه الصادرين في قضيه دجيل الان موجودين امام سيادتك، اي ولكن اضباط القضيه ليش ما تعرض على سيادتك؟ يا اضبار اضباط القضيه سيدي فيها 361 صفحه 366 صفحه جتنا من المخابرات، واحنا هم بقدرها تدوين اقوال المتهمين و المرافعات كذلك، يعني اصبحت اخبار ضخمه، فلماذا لا تقدم لسياده؟ يعني الاخبار خاصه بقضيه الدجيل؟ نعم. تقصد؟ نعم. وين هالاخبار هاي؟ هو سيدي انا سيدي لو تسمح لي على نقطه مهمه. اي انت نعم امامك فرصه، يعني كثير من المشتكين بينوا وكذلك المدعي العام ان هم حصلوا على هذه الوثائق مقتبسات الحكم شهادات الوفاه من جمعية السجناء الأحرار، هذه جمعية السجناء الأحرار جمعية غير حكومية غير رسمية، فسيدي معنى هذه هي استولت على أضابير المحكمة وشالت اللي في إذني وخلت اللي في إذني، فاللي أجو سيدي يعني ليش قرار الحكم والإدانة؟ أنت أيام كنت رئيس محكمة وقانوني، عادة الحكام أو القضاة والرؤساء المحاكم يعني يحتفظون بالقرارات المهمة اللي يعني هذه أنت من عندك، يعني ما كان عندك محفظة تحفظ بيها الكيد والنيل مني، وأنا سيدي بينت لك بالتحقيق يعني شو ساوموني، أما تصير شاهد أو أنت بر لك قضية، وقلت لها شهادتك بالدفاع الشعبي ساوموني لو تصير شاهد لو أنت بر لك قضية، ودبروا لي قضية سيدي، فأنا أريد حمايتك وحماية القانون، يعني أنا لو أصير شاهد وقلت لهم أنا قاضي شنو ما عندي شهادة، يقول لا أنت وافق وإحنا نرتب الشهادة، فسيدة تقبل أنت أنا أكون شاهد تشوف؟ نعم، فأنا أريد الحماية منك ومن الله بما يرضي ربنا، فأنا سيدي يعني إخبار القضية أنتم تعاوني عليها تبحثون عنها، هي دليلي للبراءة، إخبار القضية سيدي هي دليلي للبراءة، فليش تقبل إخبار؟ أسألك في السؤال، يعني ألا ما تتذكر يوم إحالة أوراق قضية الدجيل إلك بين يوم الوصول الأوراق أو تسجيل الإضبار عندكم كأوراق خاصة بالمحكمة وإعطاء رقم الدعوة وبين صدور الحكم في الدعوة إيش قد كان؟ 16 يوم سيدي. 16 يوم. وبينت لسيادتك 16 يعني من يوم تسجيل لدى المحكمة. نعم. ومن يوم صدور الحكم. نعم. عدد المتهمين ايش قد كانوا؟ 148. ألا ما تتذكر عدد صفحات الأوراق ايش قد كانت؟ والله سيدي يعني احنا طبعا كل متهم ندون أقواله، يعني صفحة صفحتين. لا مو من ثلاثة أربعة، يعني على قدر يعني صفحة. مو أقل من 300-400 صفحة مو؟ قد يكون. نعم. اي أنتوا يعني لكم خلال 3 ايام يعني 16 انت والمدعي العام والاعضائية والمحامي اطلعتوا على هذه الاوراق خلال 3 ايام وكونت رأي 16 يوم مو 6 ايام 16 يوم اذا 16 يوم يعني. سيدي وضعت سيادتك كنا نبدا من الساعة 9 صباحا وما نخرج من المرافعة الا منتصف الليل، سيدي احنا كنا بحرف أنتوا يوميا كم دعوة كنتوا تشوفوها؟ إحنا سيدي حسب طبيعة الدعوة أكون مرات 3-4 دعاوى 6 دعاوى إذا كانت يوميا 6 دعوة سيدي مو حسب طبيعتها، أكو عندنا دعاوى متهم واحد مختلس قميص من دائرة، فهذا يعني مرافعته ما تطولها، يعني موضوع بسيط وش ما تطول ساعة ساعتين، فإحنا سيدي كنا بحرب وكانت الموضوع اللي محال قضيه الدجيل الحرب، يعني حرب شنو علاقته بأوضاع الموضوع اللي موضوع الدجيل مرتبط بالحرب مو حرب على المحكمه حرب ما وراء الحدود سيدي انا احكي بضمير مفتوح احكي مو اذا يعني الفك او لا سيدي الموضوع ما الدجيل مرتبط بالحرب، هم يعترفون يقول احنا سويناها
لقلب نظام الحكم لاحتلال الجيش الإيراني للإيران. وإيران أول من ذاعت الخبر ذاعت إيران قبل ما يعلن في العراق. فسيدي أرجو ومن سقطت بغداد اجوا قسم المتهمين وقالوا احنا نعم اشتركنا وش اسمه واحنا بتوجيه من الثوره الاسلاميه. فسيدي لاجوا ان تنظر يعني لي بذاك الظرف الموضوع المحكم بذاك الظرف. فلما تقول لي 16 يوم لان كانت القضيه مرتبطه بالحرب وكان المقصود هو القائد العام للقوات المسلحه وقتله يعني معناها انهيار الجيش ومن ثم احتلال العراق. أنت بالنسبة لعضوي المحكمة الآخرين اللي وياك كانوا بهالقضية، نعم تتذكر أسماء اسمهم؟ موجودين أمامك سيدي. أنت ذكرهم أمام المحكمة. واحد طارق وواحد داود. داود وطارق. طارق. والمدعي العام؟ اسمه هشام. هاشم. أي. عندك شيء استمر كلهم سيدي حقوقيين و ما يخالف يعني انت ملك بهم استمر بموضوعك. سيدي انا ما عندي غير نقطة أخيرة هو نعم؟ النقطة الأخيرة اللي ودي أوضحها. انا قاضي ورئيس محكمة وصدر القرار وموجب القانون. المحكمة قانونية ومشكلة وفق القانون. مارست دوري كقاضي وكرئيس محكمة ما يرضي الله ضميري. وكلت محامي المتهمين وأنطيت المتهمين مجال للدفاع عن أنفسهم. المتهمين جميعا حضروا أمان ودخلوا في قاعة المحكمة مثل ما وضحت لك اللي كان بقفص الاتهام والباقين وقفوا بجانب قفص الاتهام لأن كان عددهم كبير. دققت الموضوع واعترفوا المتهمين أمامي وصدرت قرار بما يرضي الله وثني. نعم. فأنا سيدي أرجو من سيادتك ومن أخوة أعضاء هيئة المحكمة أن يصدروا قرار بما يرضي الله وثني. أنا يعني كقاضي عندما يصدر قرار وفق القانون هل يحاسب يا سيادة الرئيس؟ فاللي أرجو يعني هل قرار الحكم عندما يكتب بالدرجة القطعية يعتبر ان شاء الله اطمئن احنا نحقق العداله ونطبق القانون ان شاء الله. والموضوع سيدي انا تسالني عنه صار له 25 سنه فما عندي كل الصوره الواضحه عن 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 بس انا اللي ارجوه واخر طلبي ان تجد اضباط القضيه. اضباط القضيه قضيه سيدي جنبها يحميني ويخلي المحكمه بالصوره وتحكم بالعدل. اما الاضباط ما موجوده سيدي وتقدم علي وثائق لا تعرف مصادرها وهم نفسهم الشهود والسيد المدعي العام قال قسم من المصادر هي جمعيات غير حكومية. فالجمعيات الحكومية سيد الآن هي كلها معادية لنظام الحكم السابق. فهل يعني تقدم دليل لصالح المتهم؟ فأرجو أن سيدي أن كونك إنسان عراقي وقاضي ومسؤول عني وأنا أمانة بالدولة أن تحكم بما يرضى الله وضميره وهذا ما نريد غير هذا. شكرا سيادة. السيد مدعي العام عندكم قول تعب مدعي العام مناقشة المتهم. يا ما أنت قد مكانك وجاوب على أسئلة السيد المدعي العام. السيد رئيس أعضاء هيئة المحكمة السلام عليكم. شكرا لإتاحة الفرصة للسماح لي بمناقشة المتهم. أنا عندي سؤال للمتهم إذا تسمح للمحكمة. أي تسمع يا عم. أي هل كان أي. بالنسبة لقرارات المحكمة أي للسلام الوطني أو الدائرة القانونية حق نقض القرار أم هي دائرة استشارية فقط؟ سمعت السؤال يا ابن؟ نعم ممكن تجاوب؟ أي سيدي إلها يعني دائرة طعن لو دائرة استشارية. سيدي هي لها حق يعني حق النقض. نقض نعم هي شنو مو هي نفسها تعرض على رئيس الجمهورية وصاعد رئيس الجمهورية بنقض القرار أو إعادة المحاكمة أو يعني هي تعرض يعني من نزل إضبارها مع قرار الحكومة إلى يعني دائرة قضائية مو دائرة قانونية. دائرة قانونية
هو دائرة القانونية هي اسمها سيدي إسلام. دائرة قانونية معناته مثل ما تفضل سيدنا عام استشارية. هو سيدي يعني موضح لك يعني من دجل الضارة للسلامة الوطنية إذا كان القرار موافق القانون ترى على الجمهورية المصادقة، إذا كان ما موافق القانون ترى على الجمهورية وتطلب نقضه، تطلب تخفيض الحكم، تطلب إعادة المحاكمة. ورئيس الجمهورية بصلاحياته يعيد القضية النبي سواء يعفو عن المتهم. يعني من صلاحية رئيس الجمهورية نعم. صلاحية رئيس الدائرة القانونية هذه لا أنت وضحنا يعني نعم رئيس الجمهورية بس بمشورة من دائرة قانونية. إذن هي الدائرة استشارية وليست لها صلاحية النقض. كذلك هل يحق لذوي المتهم نفسه أن يطلب نقض القرار؟ طلب؟ نعم أن يطعن بالقرار المتهم نفسه. سيدي احنا نجاوب نعم احنا ندز وجوبا للضباره مع